ووعدتيني سوا نقضي الصيفين وعالمفرق قدرتيني ورح تضحكي علي كان فكرك تغدريني وتنسيني شوي شوي هيدي قصة معروفة ما تحط الحق علي هيدي قصة معروفة ما تحط الحق علي بتنامي عحرير ولا تنوعدي بكير بتنامي عحرير ولا تنوعدي بكير قصة انت كتبتيها وبخيالي دبرتيها رح تنقلب علي بكرة دمع عينيكي رح تنقلب عليكي بكرة دمع عينيكي رح تجي تتفجيني وبالماضي تذكريني وتشوفك وبسامح كنت برضى عليك ويا ريت فيي سامح ويا ريت فيي سامح حتى عيش بعينيكي حتى عيش بعينيكي اشبكي ايديكي بايدي وخلينا العب بكره خلينا العب بكره نرقص ونغني يا صبي وقلبي طاير فيكي وعم بيغص قومي قومي نرقص عالوحدة ونص وقلبي طاير فيكي وعم بيغص شعرك الطويل عخصرك يميل شعرك الطويل عخصرك يميل وارقصي ليلي حوالي ويا حلو يا ختنا من حب الحب وحياتك ما بدي إلا أنت حدي وحياتك ما بدي إلا أنت حدي تحطك بقلبي وعيني قومت نرقص يا صبي وشريكي إيديك بإيدي وخلينا نلعب بكرة خلينا نلعب بكرة نرقص ونغني
يا صبي. ليش عملت هيك يا لطيفة؟ سامي كلارك واسمه الأصلي سامح بيئة، ومن بلد تدهور الشوير انطلق ليغني بلغات العالم بأداء ميز صوته وأغنيات حققت جوائز ونجاح وعكست قدرة الفنان اللبناني إنه يجمع بغنية شرق وغرب. غنى سامي بالفرنسي، الإيطالي، الأرمني، اليوناني، الألماني والروسي، برصيده أكثر من 740 غنية وبينهم أغنيتي سلسلة الرسوم المتحركة جراندايزر وجزيرة الكنز اللي ما زالوا لليوم بينطلبوا بحفلاته. علي علي بطل فريد هيا طر يا جراندايزر. مثل الفنان اللبناني اللي انفرد بأسلوب خاص بالغناء وبالصوت بلده لبنان بمهرجانات أجنبية دولية مطرح ما لمع ونجح وربح جوائز، ومن بينها منشن أند مير بالنمسا اللي منها انطلقت أغنيته الشهيرة موري موري. موري موري موري. شارك سامي كلارك بعدد من الأفلام اللبنانية كضيف شرف وقدم مجموعة من أجمل أغنياته من خلالها، والأفلام هي لعبة النساء، حسناء وعمالقة، والممر الأخير. تذكري تذكري. بساعة وغنية البرنامج التلفزيوني اللي كتبه الأخوين الرحباني قدم أولى أغنياته باللبناني، ومع الياس الرحباني شاركوا نجاح وانتشار قومي تنرقص يا صبية وآه على هالأيام. آه على هالأيام. آه ما عمي ننام. رافقت اللعبة ميلو سامي كلارك بمحطات مهمة من حياته الفنية وشاركته حفلات وأغنيات مثل Take Me With You، أمرك حبيبي، تجربة غنائية خليجية بالعقال والبابيون، خطفت الأنظار وسجلت المراتب الأولى لأشهر بدول الخليج. أمرك حبيبي أمرك. رافق الصوت الرومانسي والقوي ليالي الأحبة بالسبعينات والثمانينات، وعطل الغناء اللبناني بعد جديد، بعد بيشبه البلد الباقي، جسر بيوصل شرق وغرب، ومرارة للفنون واللقاء ومساحة للحب والحياة. سامي كلارك أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، كيفك ريما؟ أنا منيحة وأنا كمان. لما بتشوف هيك روبورتاج عن كل هالنجاحات بالعالم مش بس بلبنان شو بتحس؟ هيدا روبورتاج عن بعض النجاحات، لأنه عندي محطات كتير مهمة، خاصة العدد الكبير من التشكيلة من الأغاني الأجنبية والعربية. نعم. ويعني 14 مهرجان عالمي، كل مهرجان كان له جايزة، شعوره له جايزته. عندي 4 جوائز أولية مهرجانات عالمية، 4 ثانوية، وأكيد ثقافي السفر والاختلاط بشعوب تانية. صحيح. والتحدي الكبير خاصة كان لبنان بظروف صعبة، وكنا نروح بالملجأ ونجيب جوائز أولية لدرجة أولى أنه اللبناني اقتنص الجائزة الأولى بالمهرجانات. التميز اللي كان عندك بهيداك الوقت هو إتقانك لكل هاللغات، هو انفتاحك على كل العالم، سفراتك، يما شو؟ وين كان نقطة القوة اللي عندك؟ القوة هي إيماني بلبنان، خاصة كنت بلشت بمرحلة تعليم النشيد الوطني اللبناني. كنت تعلمني على فكرة؟ كنت تجي لعندي على المدرسة المعونة بفرنة شباك. فينا نعلم الجمهور؟ مش نعلمهم بالطريقة. بدنا نوقف تنقوله على الواقف. يلا. أول شيء كلنا للوطن للعلا للعلم، ملء عين الزمن سيفنا والقلم، سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل في سبيل الكمال، كلنا للوطن للعلا للعلم، كلنا للوطن. يعني هيدا كان هو الخميرة والزخيرة اللي عنديها من جوا، إيماني بلبنان، وأنه الفنان اللبناني لازم يكون ملتزم بوطنه، ما يكون أنه لا الفنان لازم يكون ما الفن ما له حدود. نعم. هيدي أنا كانت يعني رسالتي، أنه ثبت أنه لبنان رغم الحروب المرأة فيها والمآسي والملاجئ اللي عشناها والتعب والقهر، اللبناني ما بيموت،
بيرجع بيقوم، والبرهان شو ما اجى علينا كنا على طول بعدنا مؤمنين بوطننا لبنان. نعم، اليوم صار كثير لبنانيين بدهم مين يعلمهم النشيد الوطني. سامي كلارك يعني عشوائي كل واحد عنده نشيده. هو بدها حملة جديدة على المدارس وعلى مش تعليم النشيد، بدنا نعلم الكلمة الوطنية للنواب والوزراء قبل الشعب. الشعب بيعرف، يمكن النشيد ما بيعرفه حتى. الشعب اللبناني شعب واعي، وأنا مؤمن تماماً أنه إذا ندفي بزيحوا عنه بيخلوه يعبر، بعد بيكون له إثبات وجود كتير كبير، والبرهان المحبة دغري موجودة لين ببطلوا يطلوا على التلفزيونات وينشروا الحقد والكراهية لبعض والنقاشات اللي ما إلها نتيجة يعني مريحة، بعتقد الشعب اللبناني بيكون مرتاح أكثر. آخر مرة شفتك كمان بكونسرت لزياد الرحباني بكنيسة مارلياس. نعم. كمان كنت عم ترتل بشكل رائع. العالم جائع، العالم جائع، العالم جائع، وخبز السماء خبز الحياة خبز خلاص الأرض، فخذوا عن مائدة الخبز ليأكل العالم. العالم جائع وأنا الطريق وصوتي صوت الرجاء. العالم جائع وأنا الطريق وصوتي صوت الرجاء. كمان سامي كلارك تعاملت وكان لك الحظ انك تلتقي مع الياس الرحباني، مع زياد الرحباني، مع الياس. نعم. ناصر، مع اسماء كمان علمت بالغنيه اللبنانيه. نعم. أديك كانوا اضافه لك. الحقيقه كان انا عندي تنويع كتير كبير، مش انه التقيت مع الفنان الياس الرحباني يلي منحيي كلنا عن جد، لانه كان لي مسيره كتير طويله معه، مهرجانات عالميه، نعم، انتصارات، مرحلة صداقة يعني أكثر ما هي شغل، لأنه كان بعد الأجواء ما فيها كتير تجارة، كان في محبة بين الناس، كان في خدمات من دون مقابل، ومسيرة طويلة يعني تشكلت بين الشرق والغربي، وانتقلت لحتى عملت 3 أفلام سينما ما نذكر بالروبورتاج، كضيف شرف مع وحيد عزار ومع جوزيف حنا بالأغاني البدوية والخليجية والأجنبي مع إيد كولمان وسيرج بريسي، يعني تنويع 742 أغنية، يعني بعتقد حياة يعني كاملة، عمر كامل، صح، حقيقة عمر من المرحلة كتير حلوة عشتها بفرحة بشغف وببعض الأوقات الصعبة اللي كنا تحت القصف نروح مثلا نسجل أغنية، خاصة موري موري وجراند دايزر كمان وقتها سجلتها. جراند دايزر هلأ الكل بده إياها هون، ما فيك تفلبة لما تغني جراند دايزر. ليلى وجراند دايزر وجزيرة الكنز لمن تغني الطيور، هودي أغاني تغنوا بمسلسلات تلفزيونية. نعم. وأخذت ضجة لأنه إلها رسالة إنسانية. نعم. بعتبر أنه الحمد لله يعني كان إلي مسيرة كتير حلوة وما وقفت، لأنه هلأ مكفيين. صحيح. مع سامي جونيور وساندرا أولادي توم، ومع الجولدن إيج عبدو منذر بيتي برانس، يعني الشغل ما بيوقف، ما مفروض الفنان يقول أنا تقعدت. عم تقدروا تفهموا على الجو اليوم، لأنه كل اللي مرقوا بحلقتنا وكل اللي بشوفهم بالجو الفني بيقولوا أنه تغير الجو، طريقة التعامل بين الأمس تغير. مش واليوم. الجو، كل شيء تغير، ناس. كل شيء تغير، بس مفروض الفنان ما ينطر تيرجع الجو مثل ما كان، لما بيرجع من هيك بده يتكيف، بده تكنولوجيا، بده يفوت بالتكنولوجيا. انا عملت زيت شيء، يعني ما بعرف اذا كان في كتير فنانين فاتوا، في ناس بعدهم ناطرين لسوء الحظ، اللي بينطر بتروح بيمرق القطار وما بيلقى محل له. صحيح.
من هيك أنا يعني ما بقول إنه هالعصر أسوأ من قبل. نعم. هيدا غير شيء، العصر غير شيء، بس إحنا ما مفروض ننزل بمستوى الفن تبعنا. نعم. تنماشي يعني الأشياء الهابطة، بالعكس لازم على طول نعطي للأفضل. هلا نحن متطورين كتير، مش بكل شيء متطورين، إنسانيا متأخرين كتير، إنسانيا متأخرين صحيح. بس منحب جراندايزر. إيه أكيد. إيه ما عم نقدر ننسي أبدا، فمضطر تغني لنا شوي. إيه لعيوني. جراندايزر علي 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 بطل فليد، هيا طر يا جراندايزر، عدوك فاحذر، سلح نفسك، ناضل في الدفاع لأجل سلام فوق الأرض في كل الأصقاع، كافح شرا أبطل مكرا فالخطر كبير، هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير، فيها عطاء فيها حياة والخير كثير، دافعوا دافعوا حتى تنالوا عدلا للجميع والحق المنيع. شكرا سامي كلارك، يعطيك العافية ولا يعطيك الصحة، ودايما تبقى منور شاشتنا. يعطيك العافية. مرسي كتير ام تي في، وبشكر كتير على الالتفات الحلوة يلي معودين عليها، انه الام تي في على طول بتكون بطليعة تشجيع الفن الأصيل والعودة للأصالة. ميرسي لك كريمة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.